مركز قلب والتوحد دول يعتبروا حاجة بالنسبة لمطروح إضافة قوية جدا، حاجة حدث أو خدمات متفردة مش متميزة بس، وخاصة مركز التوحد. الحقيقة احنا عندنا مركز قلب في مطروح موجود بالقام بالفعل بيقدم خدمات، وقدم خدمات متميزة الحمد لله، في فريق عمل جيد جدا، إنما هو ما زال حتى هذه اللحظة بيقدم خدمات على مستوى برضو أقل من اللي احنا عايزين. من أجل علاج وتأهيل أطفالنا أطفال التوحد تحقيقا لرؤية فخامة السيد رئيس الجمهورية بضرورة إنشاء مركز علاج الأطفال التوحد والتيسير على أسرهم، كذلك يسعدنا اليوم افتتاح وتشغيل مركز أشعة الرنين المغناطيسي بمستشفى مطروح العام بتكلفة 9 مليون للمساهمة في تشخيص وعلاج الحالات الطبية المختلفة. السادة الحضور، إن كل ما يتم على أرض مطروح من تنمية واستثمار من أجل خدمة أهلها ما هو إلا تنفيذا لرؤية وتوجيهات القيادة السياسية الرشيدة لسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. سيد المحافظ الهمام محافظكم اللواء علاء أبو زيد، كانوا في عمل دائب ومستمر ويعني مضني جدا علشان يجيبوا استثمارات ويتعمل مؤتمر الاستثمار اللي كان العام اخر العام الماضي هنا في مطروح، واللي نتيجته كانت مشروعات بمليارات الجنيهات، وفضل السيد المحافظ وراء هذه المشاريع الى ان اغلبها فعلا اعتقد ما كانش يعني بدا فعلا تمت موافقاته النهائيه. درع اخر من السيد المحافظ الدكتور اشرف سلمان وزير الاستثمار السابق.